الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد البرزخ بين الأحدية والواحدية، وبين البطون والظهور، سر التجلي الأعظم، أحمد البداية والبشارة، محمد الهداية والنهاية، محمود السيرة والسريرة، مصطفى العناية والرعاية، وعلى آله وصحبه وسلم عدد كمالك وكما يليق بكمالك. اللهم صل على سيدنا محمد مجلى الربوبية بقول وإنك بقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومفتتح النبوة بقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وتجلي الألوهية الأعظم بقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم الرؤوف الرحيم، وعلى آله وسلم بقدر ما وضعته فيه من أسرارك، واجعل لنا منه أوفر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب. اللهم صل على سيدنا أحمد الأولية والرسالة، وسيدنا محمد الآخرية والنبوة والهداية، المتخلق بالعبودية والقائم بحقوق الربوبية والألوهية على أكمل وجه، وعلى آله وصحبه وسلم كما هو أهله بما أنت أهله، وأنلنا منه وعلى يديه أوفر نصيب من القرب والتخصيص. يا كريم يا مجيب يا ودود يا الله يا الله يا الله. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اكفنا السوء وسائر المسلمين بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، وفرج الكرب عنا وعن المكروبين في كل مكان من أمة سيد المرسلين، ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم بصرنا وانصرنا واهدنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين. ونقول جميعا سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله
أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، المسمى الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه، للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، مولدا ومن شاء، المولود سنة 94 من الهجرة النبوية الشريفة، والمتوفى سنة 56 من الهجرة النبوية الشريفة، والمدفون بخرتنك بجوار بخارى رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. ما زلنا في أبواب مناقب الصحابة الكرام، صحابة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ووقفنا على باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري. وبنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمه ستنا آمنة من بني زهرة، فهو زهري، والقريب من جهة الأم يسمى خال، فهو من أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واسمه سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص، أبو وقاص اسمه مالك فهي كنيته. وهو يجتمع مع النبي في النسب في الجد كلاب اللي هو اسمه حكيم رضي الله عنه وأرضاه. كان مستجاب الدعوة سيدنا سعد بن أبي وقاص، وكان أول من رمى سهم في الإسلام، وكان يقول كنت سدس الإسلام، يعني هو من أوائل من أسلم ودخل في الإسلام، وهو من المبشرين، والنبي صلى الله عليه وسلم فداه بأبيه وأمه عندما كان يرمي، واعتزل الفتنة ولم يساهم فيها ولم يقاتل أحد، وتوفي سنة 55 عن 83 رحمه الله تعالى. يقول بإسنادنا المتصل عن مشايخنا الإمام البخاري في صحيح: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول: جمع لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبويه يوم أحد، يعني قال له: ارمي فداك أبي وأمي. النبي لم يجمع أبويه إلا لسيدنا سعد وسيدنا الزبير بن العوام، سيدنا سعد في أحد والزبير بن العوام كذلك في الخندق. يقول: جمع لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي في التفدية، أبويه يوم أحد. وعنه به قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا هاشم بن هاشم، في بعض الروايات هشام بن هاشم، والصحيح هاشم بن هاشم وليس هشام، عن عامر بن سعد عن أبيه قال: لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام. وأنا ثلث الإسلام يعني ثالث من أسلم من الرجال، لكن بحساب النساء وسيدنا علي وهو من الصبيان، وسيدنا زيد بن حارثة وهو من الموالي، يبقى سدس الإسلام. ومعروف أن سيدنا سعد بن أبي وقاص سأل النبي أن يكون مجاب الدعوة، فقالوا له: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فكان مستجاب الدعوة سيدنا سعد. وعلى فكرة كل مسلم مستجاب الدعوة، بس الفرق بين سيدنا سعد وغيره أن الله يجيب دعوته كما يطلب، إنما أي إنسان آخر يجيب الله دعوته كما يريد الله في الوقت الذي يريد، لكن الله يستجيب من كل الناس. ولو مش مصدق، إذا كان استجاب من إبليس
يبقى مش هيستجيب مننا واحنا مسلمين؟ اذا كان ابليس قال له ربي ارني، ربي انظرني الى يوم يبعثون، استجاب له ولا ما استجبلوش؟ فيبقى املك في الله كبير بقى. اذا كان ربنا استجاب لابليس مش هيستجيب منك، انت فين انت وفين ابليس؟ مهما كثرت معاصيك يعني مش هتبقى ولا مش هتبقى ابليس. ربنا كريم، ربنا رحمته واسعه، وربنا يستجيب حتى للكافر. شوف الكافر اما يطلب دنيا ربنا يديله الدنيا برضه. فربنا كريم لطيف بعباده سبحانه وتعالى. ولكن في بعض الناس بتتعجل الاجابه فيفتكر ان ربنا ما استجابلوش، هو ربنا استجاب له، لكن استجاب في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. فالفرق بين ان سيدنا سعد كان مستجاب الدعوه، ان دعوته كانت تستجاب سريعا وعلى وفق ما قال، كان الله يجري ارادته ومحبته على لسانه، لان الدعوه لا تغير القدر، فكان الله بتوفيقه يجعله ينطق بالمقدور فيستجيب له. ودي خصوصيه كبيره له رضي الله عنه وارضاه. وعن أبي قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال حدثنا هاشم ابن هاشم ابن عتبة. أو إيه؟ قال لك أنا هاشم ابن هاشم ابن عتبة، هناك أي هشام ابن هاشم ابن عتبة، هو أخوه هشام لكن الراوي هاشم ابن أبي وقاص. هاشم ابن هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص، وعتبة ابن أبي وقاص ده أخو سيدنا سعد بن أبي وقاص. قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه. يعني كأنه بيبين أنه بمجرد أن عرض الإسلام على الناس عموما كان هو أول من استجاب. يعني ما حدش أسلم في اليوم الذي أسلم فيه، كأنه يعني أول ما عرض عليه استجاب للإسلام ولم يتردد ولم يتلك. وهذا على حسب علمه هو، لأن ستنا خديجة أسلمت قبله، سيدنا زيد بن حارثة أسلم قبله، سيدنا علي بن أبي طالب أسلم قبله، سيدنا أبي بكر الصديق أسلم قبله، ولكن هذا على حسب علمه. يعني يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، كأنه أسلم في أول يوم في الإسلام، في أول يوم عندما أخبر النبي أنه يوحى إليه. ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. محمول طبعا على الأحرار البالغين، على الأحرار البالغين، عشان نخرج سيدنا زيد موالي، ونخرج سيدنا علي كان من الصبيان، ونخرج سيدتنا خديجة أمنا رضي الله عنها وأرضاها لأنها من النساء. فيبقى كلامه هنا صحيح على هذا المعنى. ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. تابعه أبو أسامة قال حدثنا هاشم اللي هو هاشم ابن عتبة السابق. وعنه به قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل عن قيس، الإسماعيل هو ابن خالد البجلي، عن قيس اللي هو ابن أبي حازم قال سمعت سعدا اللي هو ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله عز وجل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثهم في أول سنة من الهجرة قبل بدر، حتى يأخذ عير لقريش في مجموعة قبل بدر بعام، فكان هو أول من رمى سهم فيها رضي الله عنه وأرضاه. سرية عبيدة بن الحارث ابن المطلب. وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو حضر المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا سعد كل المشاهد، بدر، أحد،
الخندق، الحديبية، بيعة الشجرة، كل المشاهد، فتح مكة، كل المشاهد حضرها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا ينفعنا ببركاتهم. وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى إن أحدنا لا يضع حتى إن أحدنا لا يضع كما يضع البعر البعير أو الشاة ما له خلط. يعني كان من شدة جوعهم وقلة المؤنة يغزو مع النبي ويأكل ورق الشجر، فكان يبقى ما يخرجونه مثل ما تخرجه البعر كالشياه وكالجمال، لأنه مش مخلوط بإيه؟ بأغذية أخرى. كما يضع البعير أو الشاه ما له خلط لجفافه يعني. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، لأن يعني بنو أسد دول ناس في الكوفة اشتكوا لسيدنا عمر لما ولى عليهم سيدنا عمر، وقالوا لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يحسن الصلاة ولا يخرج مع السرية. يعني ادي الشكاوى بتاعتهم، فبيرد عليهم بقى ان هم. ثم اصبحت بنو اسد تعزرني، يعني تؤدبني او تؤنبني على الاسلام، ويقصد بالاسلام هنا الصلاه، لان قالوا انه هو لا يحسن الصلاه، لانه كانت الركعات الاخيره من الصلاه يعملها بسرعه، وهي السنه كده الركعة الأولى تبقى أطول ركعة، ركعة الثانية أقصر منها قليلا، الثالثة أكثر، الرابعة أكثر واحدة من حيث القصر. هم مش فاهمين السنة دي، فراحوا اشتكوا سيدنا عمر قالوا ده لا يحسن الصلاة، وعلشان كده بيسمي الإسلام هنا يقصد الصلاة. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، يعني تعلمني الصلاة وتعيرني أني لا أحسن الصلاة. لقد خبت إذن وضل عملي، يعني لو كنت بهذه الصورة مع سابقة للإسلام ولا أحسن الصلاة بعد هذا العمر، يبقى أنا بقى خبت وخسرت وضل عملي. وكانوا وشوا به إلى عمر، وشوا بسيدنا سعد لإيه؟ لسيدنا عمر بن الخطاب، قالوا لا يحسن يصلي. والقصة دي قصة مشهورة وقرأناها قبل كده في عدة أبواب قبل ذلك، حتى إنه هو الرجل اللي اشتكى لسيدنا عمر قال دعا عليه سيدنا سعد قال اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأدم فقره ولا تمته حتى تريه الفتن. دعا عليه ثلاث دعوات، قال إيه؟ اللهم إن كان كاذبا. شوف برضو إيه، حتى في دعوته فيها رحمة، ما دعاش عليه مباشرة، قيدها بالكذب. إن كان كاذبا فأطل عمره وأدم فقره ولا تمته حتى تريه الفتن. فكان يرى هذا الرجل بعدما طال عمره يسير في طرقات الكوفة وأسواق الكوفة، وهو شعر حاجبه ينزل على عينيه من كبر سنه، وهو يغازل البنات الصغيرات ويضربونه الناس على رأسه، ولا يجد ما يأكل، فيقول للناس اعذروني رجل كبير أصابتني دعوة سعد. وكان على هذا الحال، فدعوة سيدنا سعد مستجابة معروفة مجربة. باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصهر اللي هو قريب الرجل من جهة الزواج، زوج بنته يبقى صهره، زوج أخته صهره، يعني أي قرابة من جهة النكاح يسموها إيه؟ صهر. وأي قرابة من جهة الولادة يسموها نسب. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله إيه؟ نسبا،
وصهرا نسبا بالولادة اللي هي البطون والظهور والصهر أي بالنكاح. باب ذكر أصهار النبي بأزواج بنات النبي، يبقى عايز يتكلم على أزواج بنات النبي. أزواج بنات النبي ثلاثة، سيدنا عثمان، سيدنا علي، وأبو العاص بن الربيع، بس هما دول اللي تزوجوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان تزوج اثنين، ستنا رقية ثم أم كلثوم. ستنا أم كلثوم ماتت سنة 9 هجرية، وستنا رقية ماتت ساعة بدر، وعشان كده سيدنا عثمان ما حضرش غزوة بدر لأنه جلس يمرض رقية، كويس، فما حضرش بدر لأن النبي أمره أن يمكث هناك ليمرض رقية كانت مريضة، فماتت في غزوة بدر. وزوجه بعدها ستنا أم كلثوم ماتت سنة 9 هجري. ستنا زينب بنت النبي تزوجها ابن خالتها، ستنا أمها ستنا خديجة بنت خويلد، لها أخت اسمها هالة بنت خويلد. هالة بنت خويلد لها ابن اسمه أبو العاص بن الربيع، يبقى ابن خالتها هو ده اللي تزوج ستنا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأخر إسلامه أبو العاص بن الربيع، تأخر إسلامه وأسر في بدر ثم في أحد. ولما أسره النبي في بدر طلب منه بعدما فدي أنه يرسل إليه ابنته زينب، فوفى عهده مع النبي وأرسل سيدتنا زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه سيدنا أبو العاص ابن الربيع. باب ذكر سيدنا علي بن أبي طالب طبعا اللي هو الصهر وابن العم في نفس الوقت، وربيب النبي رباه في حجره صلى الله عليه وسلم سيدنا علي، وفضائل سيدنا علي تكلمنا عليها كثيرة وهي لا تنتهي، لكن احنا تكلمنا عليها على مقتضى ما ذكره الإمام البخاري في الصحيح. باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم أبو العاص ابن الربيع. وعن أبي قال حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان هو الحكم ابن نافع شيخ الإمام البخاري، قال أخبرنا شعيب اللي هو ابن أبي حمزة عن الزهري اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب التابعي الشهير، قال حدثني علي بن حسين سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين سبط النبي ابن سيدنا علي بن أبي طالب، أن المسور بن مخرمة قال إن عليا خطب بنت أبي جهل اللي احنا قلنا اسمها جويرية، وقيل اسمها العوراء، وقيل اسمها جميلة، اختلف في اسمها، أن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة بنت النبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ العهد على أزواج بناته ألا يتزوجن على بناته حتى لا يدخل الحزن على قلوبهن، شفقة على بنات النبي، خصوصا أن النبي لا ند له، فإذا كان أنت حماك النبي هتجيب واحد تاني يبقى حما ليك تاني جنب النبي ما يصحش، مش كده برضو؟ فقالوا ان دي خصوصية لبنات النبي، خصوصية لبنات النبي في الأحكام ألا يتزوج عليهن، كويس. فسيدنا علي لما تزوج ستنا فاطمة النبي لم يشترط عليه هذا الحكم نظرا لأنه ربما يكون فهمه من السابقين، سيدنا علي ما كانش يعرف، ففكر يتجوز على سيدتنا فاطمة، فقام حصلت الحكاية دي، ستنا فاطمة سمعت راحت لنبينا صلى الله عليه وسلم فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، ونكح هنا
يعني مجاز، يعني انه على وشك يتزوج لانه ما كانش لسه عمل عقد. فقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسمعته حين تشهد يقول: اما بعد، فاني انكحت ابا العاص ابن الربيع فحدثني وصدقني. يبقى كانه كان شارط على ابي العاص برضه انه ما يتزوجش على بنته، وبالرغم ان بنته اسلمت قبله الا انه حافظ عليها، وانه لما وعده انه هو يرسلها اليه ارسلها اليه، ولم يتزوج حتى بعدما ارسلها اليه لانها ما زالت في عصمته. فبيثني عليه ويقول: فحدثني وصدقني، لأنه كان شرط عليه ألا يتزوج على زينب فصدقه، وأمره بعدما كان أسيرا في بدر إنه إذا عاد إلى مكة يرسلها إليه، فأرسلها إليه صلى الله عليه وسلم. وإن فاطمة بضعة مني، بضعة بفتح الباء هكذا، دي الفصيح، ولكن يجوز فيها الكسر بضعة، وده مشهور على لسان الناس، وبضعة بضم الباء يجوز فيها التثليث، يعني يجوز تثليث الباء، ولكن الأفصح بفتح الباء. بضعة يعني قطعة مني، بلغة المصريين حتة مني، كويس. وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها أحد، أن يسوءها، والله، شوف النبي بقى بيقسم، لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. وفي روايات تانية غير البخاري: فإن كان ابن أبي طالب، وما ذكرش اسمه، يبقى دليل إن إيه؟ ذكر الاسم دليل إيه؟ إن الإنسان ليس في قلبه شيء، لما يغضب على واحد ما ينادوش باسمه. فإن كان ابن أبي طالب يريد أن يتزوج عليها فليطلقها، كويس. فسيدنا علي طبعا سمع الحكاية، حرم خلاص، شال الموضوع من ذهنه لحد ما ماتت ستنا فاطمة، كويس. طبعا هيختار بنت النبي، مش موضوع هيختار غيرها. وبعد ما ماتت ستنا فاطمة تزوج سيدنا علي 16 امرأة بعد كده، وأنجب يعني ذكور كثير، منهم أبو بكر وعمر ومحمد بن الحنفية، يعني أنجب كثير سيدنا علي بعد ذلك. لكن المشهور طبعا في أولاد سيدنا علي هم أولاد ستنا فاطمة لشرف النسب من جهة الأم، وإن كان نسبهم من جهة أبيهم يجتمعوا مع نبينا برضو في الجد عبد المطلب، فهم برضو إيه، نسب دائرة يعني. والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة، وزاد محمد بن عمرو بن حلحلة عن ابن شهاب عن علي، اللي هو علي زين العابدين، مش سيدنا علي اللي هو جده، لا، علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين، عن مسور: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر صهرا له من بني عبد شمس اللي هو أبو العاص بن الربيع، فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن، قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا زيد بن حارثة كان من بني كلب، وكان زمان اللي يخطف واحد ياخده يبيعه يبقى عبد، اللي يغلب واحد ياخده يربطه وياخده يبيعه في سوق الرقيق يبقى عبد، اللي يستلف منك مال مثلا ولا يستطيع الأداء يصير عبدا بسبب عجزه عن أداء الدين، غير بقى الحروب كمان. فكانت العبودية لها مصادر كثيرة، جاء الإسلام جفف كل مصادرها إلا مصدر واحد وهي الحرب مع الكفار،
يعني حتى لو طائفة مسلمين حاربت طائفة مسلمين ما فيش استرقاق ولا عبودية ولا غنائم ولا حاجة، لأن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وعرفنا الأحكام دي من قتال سيدنا علي بن أبي طالب لمن خرجوا عليه اللي يسموه قتال البغاة، أحكامها تختلف عن قتال الكفار. فسيدنا زيد بن حارثة كان اختطف في الجاهلية، وبعدين اشترى حكيم بن حزام وادال عمته ستنا خديجة بنت خويلد. فستنا خديجة ادته هدية لزوجها سيدنا محمد، فبقى ايه يا سعده بقى ايه عبد عند النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي كان يعامله معاملة حسنة لدرجة ان اباؤه بحثوا عنه كثيرا فعرفوا ان هو عند سيدنا محمد، فجم علشان يشتروه. اباؤه كانوا اغنياء، لما ابنهم طاه منهم بقوا مش عارفين هو فين، لما عرفوا ان هو عند سيدنا محمد ذهبوا اليه حتى يشتروه من سيدنا محمد ويأخذونه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو دونكم، ان اختار ان يعود معكم يعود، وانا لا اريد فيه اموالا، وان اختارني فاتركوه. فأم سيدنا زيد قال والله لا أختار عليك أحدا أبدا، وظل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي كافأه وسماه زيد ابن محمد بعد كده، ومش كده وبس، وحرره أعتقه، أعتقه وتبناه، وما كانش التبني حرام ساعتها، وزوجه كمان أم أيمن حاضنته، أنجبت له أسامة. مش كده وبس، وزوجه زينب بنت جحش اللي هي بنت عمة النبي، أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي على طول قرشية، فزوجها له. ثم بعد ذلك لما نزل تحريم التبني وطلقها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، والقصة معروفة. وهو الصحابي الوحيد في صحابة النبي اللي اسمه مذكور في القرآن يتعبد بتلاوته، هو الوحيد، مش في صحابة النبي بس، في صحابة أي نبي ما فيش نبي تاني معروف إن ذكر اسم صاحب له في القرآن أبدا إلا زيد، ودي برضو منقبة عظيمة له رضي الله عنه وأرضاه. قتل في مؤتة، وكان مشهور بإنه هو إيه حب النبي. حب النبي يعني إيه؟ يعني حبيب النبي. ولما أنجب أسامة فيقولوا على أسامة إيه؟ حبه وابن حبه، يعني حبيب النبي وابن حبيبه صلى الله عليه وسلم. وكان أسامة بعد ما كبر كده وبقى طويل كده كان النبي قعده على حجره ويقول اللهم إني أحب فأحب من يحبه، ويقعد سيدنا الحسن على الرجل التانية ويحضنهم الاثنين ويقول اللهم إني أرحمهما فارحمهما. يعني إيه؟ شوف قد إيه بقى إيه مناقب هؤلاء القوم، فربنا ينفعنا بهم. مات سيدنا زيد بن حارثة واستشهد في غزوة مؤتة، ودي كانت سنة 8 هجري. باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت أخونا ومولانا، ما هو أصل آخى بينه وبين حمزة. سيدنا رسول الله لما هجروا آخى بين سيدنا حمزة وبين سيدنا زيد بن حارثة، وجاء سيدنا علي بن أبي طالب يقول أخيت بين الناس، قال أنت أخي. فسيدنا علي آخى النبي بينه وبين علي كويس، وآخى بين حمزة، سيدنا حمزة عم النبي وأخوه من الرضاع برضه، سيدنا حمزة كان عم النبي وأخوه من الرضاع، آخى بينه وبين زيد بن حارثة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من عمرة القضاء في مكة جريت وراء بنت سيدنا حمزة تقول له يا عمي يا عمي شبطنا فيه، عايزة تروح مع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فقام إيه سيدنا علي التقطها وأخذها وأعطاها لستنا فاطمة وقال دونك ابنة حمزة، يعني ما تديهاش لحد. فاختصم فيها سيدنا حمزة وسيدنا جعفر
سيدنا علي وسيدنا جعفر وسيدنا زيد ابن حارث. سيدنا جعفر ابن أبي طالب ده أخو سيدنا علي وأكبر منه بعشر سنين، كويس؟ فسيدنا علي قال هي ابنة عمي، بيقول للنبي كده. وسيدنا جعفر قال هي ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني زوجته تبقى خالتها كمان. وزيد ابن حارثة قال هي ابنة أخي، عشان بنت حمزة وحمزة أخوه. فأما النبي صلى الله عليه وسلم حكم لها في الحضانة إنها تكون مع جعفر، وقال الخالة أم، ويبقى الخالة تقدم. ثم قال لسيدنا علي، قال لسيدنا علي أنت مني وأنا منك. وقال لسيدنا جعفر أشبهت خلقي وخلقي. وطيب خاطر سيدنا زيد وقال أنت أخونا ومولانا. آدي بقى سبب إيه الحكاية دي، فهمت؟ والحديث ده احنا قرأناه قبل كده في باب الصلح، في كتاب الصلح، وقرينا جزء منه في فضائل جعفر ابن أبي طالب، وقرينا جزء منه في فضائل سيدنا علي ابن أبي طالب. فذكر أيضا الجزء الخاص بسيدنا زيد هنا، قال أنت أخونا ومولانا. وعن أبي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان اللي هو سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته. ده كان آخر بعث يحضره النبي قبل وفاته، اللي هو بعث أسامة. كان بعثه في إيه؟ إلى أطراف الروم، يعني على مشارف الشام كده، لأن كان الروم ابتدوا يعني إيه ينتبهوا أن هناك دولة بتنشأ في جزيرة العرب، فالروم أرادوا أن هم يغزوا جزيرة العرب، فالنبي أراد أن يناوشهم على الأطراف حتى لا يدخلوا، وعشان كده أرسل غزوة مؤتة وغزوة تبوك، يعني سرية مؤتة وتبوك وبعث أسامة، كل ده حتى يلاقي الروم على الأطراف حتى لا يأتوا إلى المدينة ولا مكة. فلما سيدنا رسول الله أمر سيدنا أسامة في هذا البعث الأخير، وكان عنده 16 سنة سيدنا أسامة اللي هو ابن سيدنا زيد، وكان من ضمن الجند اللي في بعث أسامة سيدنا عمر بن الخطاب وكثير من كبار الصحابة، وقيل أبي بكر الصديق والرجح أنه لم يكن معهم. فالناس ابتدت إيه؟ أولا أسامة مولى وابن مولى، ودول قرشيين أحرار، فبقوا زعلانين إزاي يبقى مولى قائد على، فابتدت إيه الناس تتكلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيدفع عنه بيقول إيه صلى الله عليه وسلم فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تصور أنت مثلا كان في بعث أسامة سيدنا عمر بن الخطاب أبو عبيدة بن الجراح، يعني كبار الصحابة، واخد بالك، وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، وقيل أبي بكر، بس الراجح أن أبو بكر ما كانش معاه، لكن قيل وفيهم أبي بكر وسلم بن أسلم وكبار من الأنصار، يعني وده عنده 16 سنة وطالع هو القائد بتاعها. النبي كان بيربي قواد، النبي كان يربي قيادات، وكان يعلم الإنسان الصالح للقيادة، والسن ما يكونش سبب في أنه هو لا يقود الناس. ولعل يعني إحنا نستفيد من هذا، وإحنا جربنا قيادة وحكم مصر للعواجيز، ما نجرب بقى الشباب يحكموا، يعني كل اللي ماسكين مصر الوقت فوق 80 وفوق 70 وأكفانهم بتنسك خلاص، طب ما نجرب بقى الشباب تطلع، واخد بقى ولنا في رسول الله أسوة، فربنا يعني خلصنا من أصل المشكلة إن البني آدم لما بيكبر وطبعه أعوج صعب يتعدل، لكن الشاب سهل يتعدل لأنه لسه ما بقاش طبعه أعوج، وعنده حماسة وعنده إحساس بالمسؤولية، وكمان يعني حرصه على الدنيا قليل.
يشيب ابن آدم ويشيب معه حاجتين، حب الدنيا وكراهية الموت وحب المال، يبقى مثبت في الدنيا كده. إنما الشاب روحه في إيده ما يموش. فطالما النوعية دي، وإحنا الوقت بنواجه أعداء حوالينا، عايزين النوعية دي علشان ما نخنعش الأعداء، عايزين النوعية دي بقى تقود البلاد وترفع همتنا. والنبي بيعلمنا صلى الله عليه وسلم. فربنا يولي علينا خيارنا. وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته، هكذا الرواية بضم العين، تطعنوا، لكن يجوز تطعنوا، الاثنين صح، بس الرواية في البخاري بضم العين، إن تطعنوا، هكذا تلقيناها من مشايخنا، وهكذا يعني متشكلة في الطبعات المشكلة من البخاري. إن تطعنوا، طعن يطعنوا وطعن يطعنوا، لغتان في معنى واحد. وقيل يطعنوا إذا كان يعني في العرض، ويطعنوا إذا كان بالرمح، يعني في فرق دقيق، لكن إيه الغالب إن هما هنا ما بيطعنوش بالرمح، ده بيطعنوا في العرض إنه غير كفء، يبقى يجوز إنها تنفع للاثنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل في مؤتة. يبقى النبي بيفكرهم، أنتوا قبل كده قلتوا برضو بيولي علينا مولى، أيام ما وليت زيد بعد إيه جعفر، ما هو في مؤتة قال الراية لجعفر: فإن قتل فلزيد، فإن قتل فلابن رواح، مش كده برضو ابن أبي رواح؟ فبرضو قالوا ازاي يدي الراية لمولى من الموالي، فقالوا انتوا قلتوا كده في أبيه وجايين الوقت تقولوا في أسامة، واضح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل. ويم الله، وممكن تقراها أن تطعنوا بفتح الهمز، يعني تنفع إيه الاثنين، أن يعني لأن لتعليلية، وإن شرطية. ويم الله، ده النبي بيقسم أهو، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة، يعني خليقا للإمارة يعني مستحقا لها، قديرا عليها، كفءا لها، أدي معنى خليق. وإن كان لمن أحب الناس إلي كمان، مش كده وبس، ده هو صالح للإمارة وهو حبيبي كمان. فعايزين إيه بعد كده؟ بتطعنوا فيه إزاي؟ إذا كان هو من حيث الكفاءة كفء، ومن حيث المحبة هو من أحب الناس إلي، فكيف تطعنوا فيه؟ فدي طبعا منقبة كبيرة لأسامة ولزيد، عشان كده جابها في باب مناقب زيد، وهيجيبها تاني في مناقب أسامة ابنه بعد كده. وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده، ده بيتكلم وإن كان لمن أحب الناس إلي وزيد، ثم أشار بعد ذلك إلى أسامة، وإن هذا اللي هو أسامة لمن أحب الناس إلي بعده، أي بعد أبيه. وعن أبي قال: سيدنا زيد كان قصير وأبيض، وسيدنا أسامة طويل وأسمر، فهم؟ سيدنا أسامة طالع طويل حبشي، واخد إيه الحتة الحبشية من أمه وأم أيمن، اللون البشرة وطول إيه القوام. لكن علشان كده إيه بعض المنافقين حبوا إيه يطعنوا في نسبه لزيد عشان يأذوا النبي، عشان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبهم الاثنين، فهم المنافقين كانوا يحبوا بقى ايه يأذوا النبي، يدوروا على اي حاجة النبي بيحبها ويطلعوا فيها بقى ايه العيوب. فقالوا: نحن نشك في ان زيد ابو أسامة، كيف يكون قصيرا ابيض والاخر طويلا اسمر حنيف نحيف؟ لا لا، ده هي بقى ايه يعني أم أيمن دي
جابت لنا واحد ما نعرفش منين، يعني بيطعنوا في النسب وبيطعنوا في ام ايمن حضنة النبي اللي كان يقول لها امي بعد امي، شغل منافقين. كويس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى من هذا، وعلشان كده احنا كنا قرأنا حديث المدلجي اللي هو مجزز المدلجي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان معروف بالقيافة اللي هو ايه، يعرف النسب من الكف، من الايد، من الرجل، من الودن، من الانف، بحيث يعرف ان الانف دي تجيب الانف دي والايد دي تجيب الايد دي، علم اسمه علم القيافة يثبت النسب. فمجزز دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان ايه نايم سيدنا أسامة وسيدنا زيد، الاثنين نايمين متغطيين، مغطيين وشهم ورجلهم باينه، نايمين في ركن الحجرة، وده مجزز داخل، السلام عليك يا رسول الله، هذه الأقدام من هذه الأقدام. فالنبي ايه، أقدام بيضاء وأقدام سوداء، لكن قال لك لا دي ابن ده، واخد بالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح فرحا كبيرا وقال الله أكبر. ليه؟ لأن هو النبي ما هو عارف، لكن ايه ده يرد على المنافقين، المنافقين مش معترفين بالوحي، فلو النبي قال لهم هيقول لك لا اهو جاب لكم اهو خبير، خبير انتوا تعترفوا بايه، بانه خبير في الانساب او اثبت النسب. فبرأ ايه اسامه وبرأ نسبه، وبرأ ايضا ستنا امه ايمن الحبشيه اللي اسمها بركه اللي هي شربت بول النبي المعروفه رضي الله عنها وارضاه. وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي قائف، والنبي صلى الله عليه وسلم أهو القائف اللي هو إيه مجزز المدلجي، والقيافة ده علم يثبت به النسب، هذا العلم اندثر لا وجود له الآن، انقرض زي في علوم كده انقرضت كتيرة، من علم الجدول مثلا ده مش معروف، علم الجمل مش معروف الوقت، علم المربعات والخانات والحاجات دي تلاقي الكتب القديمة يعمل لك مربعات يقول لك تعمل مربع ده وتدي للست اللي عندها نزيف يقوم النزيف يرتفع، حاجات علوم ما نعرفهاش احنا الوقت، احنا اللي جالنا واحدة عندها نزيف نقول لها روحي للدكتور، هم كانوا يعملوا جدول كده ومش عارف بتاع وشوية حروف ويحطوها لها وتلبسها تحطها في هدومها خلاص الدم يترفع، علوم احنا ما نعرفهاش انقرضت، يعني حتى اللي كانوا يفهموها ماتوا. كويس. علوم كثيرة من علم الجدول وعلم الجمل وعلم الجداول وعلم سر الحروف وعلم القيافة وعلم الأثر أثارة من علم، واخد بالك، وعلم الخط، وكان نبيا يخط شايل كده الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو سيدنا إدريس كان يخط، يعني يعمل خطوط كده ومن الخطوط دي يعرف أمور مستقبلية، يتوقع أمور مستقبلية. كل العلوم دي خلاص اندثرت ولا وجود لها، واللي يدعي أن يعرف فيها حاجة يعني كذبه أكثر من صدقه وخطأه أكثر من صوابه. كويس. فعلم القيافة اندثر، وطلعت الوقت الجينوم والحاجات دي بقى اللي هو إيه نشوف الجينوم علشان نثبت النسب ولا إيه، علوم تانية برضو ما كانتش معروفة زمان الوقت، لأن الله سبحانه وتعالى عنده من العلوم ما لا يحصيها محسن سبحانه وتعالى، فبيدي لكل زمن ما يناسبه من العلوم، ويأخذ من كل زمن ما لا يفيده من العلوم. فإيه دخل بقى هذا القائف، قال دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضجعان، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، قال فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه فأخبر به، فأخبر به عائشة. ومن هنا استدل الشافعي على جواز القيافة في إثبات النسب في القضايا اللي فيها نزاع النسب، والأحناف قالوا لا ما ناخدش بالقيافة. طب تقول ايه فدي؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مجرد انه استأنس بها فقط، لكن النبي كان يعلم انه نسبه صحيح، ولكن هذا من باب الاستئناس فقط، ده رأي الأحناف، فالأحناف ما ياخدوش بالقيافة في مذهبهم.
على أي حال الشافعية والأحناف الوقت في الزمن بتاعنا زي بعض، لأنه ما فيش خلاف أصلا، واضح؟ فما بقى خلاف مذهبي يدرس في التاريخ، لكن لا وجود له في الواقع الآن، لأنه ما بقاش في علم خلاف. باب ذكر أسامة بن زيد. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية. فاطمة بنت إيه؟ بنت الأسود، قرشية مخزومية من بني مخزوم، قريبة سيدنا خالد بن الوليد، يعني عيلة كبيرة من وجهاء قومها. كانت عندها داء اسمه داء السرقة، هي مش فقيرة ولا حاجة، بس في ناس عندهم داء سرقة كده، مرض. فسرقت حليا في فتح مكة، وأشيعت القضية وقبضوا عليها، وجدوها متلبسة ومعاها الحلي. فكل قريش بقى اهتموا بأمرها، وقالوا إن دي هتبقى فضيحة في قبائل العرب، إن النبي يقطع إيد واحدة قرشية وتشاع في جزيرة العرب إنها كمان سارقة وحرامية، دي مشكلة، بقت مشكلة عندهم كبيرة. فعايزين يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا النبي برضو قرشي، وإن ما يشينه يشين قريشي يشين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من هيبة النبي ما حدش تجرأ يكلم النبي. فبيدوروا مين اللي يبقى عنده الجرأة اللي يقدر يفتح الموضوع ده مع النبي صلى الله عليه وسلم. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية، فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد. ويجترئ هنا يعني مش يتجرأ يعني يتبجح، لا، يجترئ من باب الإدلال، يعني ليه دلال على النبي ويقدر يكلمه في أمور الناس تستحي تكلمه فيه. فقالوا: ما حدش يجترئ على النبي من باب الإدلال إلا أسامة بن زيد، حبيبه وابن حبيب ورباه، هو ده اللي يقدر يكلم لنا النبي في هذا الأمر، خصوصا أنه مش قرشي، يعني ملوش مصلحة. لما لو جه له واحد قرشي يقول لك: اه، ما هو ده بيدافع عنه عشان قريبته. فهم عايزين برضو واحد يكون عنده الجرأة انه يقدر يفتح الموضوع ده مع النبي، وفي نفس الوقت ما يكونش قرشي علشان ما يبقاش له مصلحة ذاتية، يقوموا يشوفوا رد فعل النبي في المسألة ايه، وكمان يوحوا للنبي صلى الله عليه وسلم انه ايه، انه مش قريش بس هي اللي متأذية، ده غير قرشي كمان متأذيين، ان واحدة من دول تقطع يدها. كويس. فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو جاي بالحتة دي بس، اقتطع الجزء ده من الحديث الإمام البخاري، لكن الحديث طويل، بس هو جايبه علشان ده إيه، حبيب النبي. فكفاية هو لما النبي يحب واحد يبقى يتعذب، هو ده من أهل الجنة 100%، يبقى من أهل الجنة، مش كده برضه؟ ما هو من أحبه النبي أحبه الله، وإذا أحب الله عبدا لا يعذبه أبدا، انتهت. وعلشان كده لما بني إسرائيل قالوا إيه، نحن أبناء الله وأحباؤه، فربنا رد عليهم قال: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، لو كنتوا أحبابي ما كنتش عذبتكم، فكوني بعذبكم تبقوا أنتم مش أحباب. يبقى فهمنا من الآية إن الحبيب لله لا يعذب، فهم؟ وحبيب النبي يبقى حبيب لله على طول. فده علشان كده اكتفى الإمام البخاري بهذه الفقرة من حديث طويل. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا رد عليه وقال: أفي حد من حدود الله يا أسامة؟ وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. عشان يقطع الشفاعة تكون قبل وصول القضية للقاضي، تبقى شفاعة حسنة، إنما إذا وصلت القضية للقاضي فتبقى شفاعة سيئة. يبقى الشفاعة مطلوبة ما لم يكن هناك قضاء، وصلت للقاضي سيب القاضي يحكم بقى، واضح؟ إنما قبل القاضي اشفع بقى وصالح الناس، بدل ما يخلوها قضية ويروحوا يعملوا بلاغ عند النائب العام. وإن كان بقينا في الزمن ده بتوصل حتى للقاضي وما بيحكمش برضه، فربنا ينجينا.
وانه ما احنا عندنا شفاعه حسنه وشفاعه سيئه، القران بيقول كده، من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها. يبقى متى تكون الشفاعه سيئه؟ ان كانت في امر وصل للقضاء، يبقى المفروض ان الاجتهاد تترك القضاء بقى هو اللي يحكم فيه، انما قبل القضاء اشفع بقى واصطلحوا، ما تروحش تعملوا بلاغ بوليس بقى وخلاص. واضح؟ علشان الجماعه بتوع اسفين يا ريس يفهموا. يبقى الجماعه بتوع اسفين يا ريس دول بيشفعوا شفاعه سيئه، لان الحكم الان في القضاء. وعن ابي قال: وحدثنا علي قال حدثنا سفيان قال ذهبت اسال الزهري عن حديث المخزوميه فصاح بي، قلت لسفيان عن احد؟ قال وجدته في كتاب كان كتبه ايوب بن موسى عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان امراه من بني مخزوم سرقت، فقالوا من يكلم فيها النبي صلى الله عليه واله وسلم، يعني حتى لا يقطع يدها، فلم يجترئ احد ان يكلمه، فكلمه اسامه بن زيد فقال ان بني اسرائيل كان اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمه لقطعت يدها. خاصه فاطمه لانها اعز الناس عنده، كويس، عشان يقطع امل اي حد في شفاعه سيئه وفي ايقاف حدود الله عز وجل. واضح؟ لكن ستنا فاطمه ابعد ما تكون ان هي اصلا تسرق، لكن اولا لتشابه الاسم، لان اللي سرقت كانت اسمها فاطمه برضه، وبنت النبي فاطمه، ودي قرشيه، بنت النبي قرشيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يقطع امل كل انسان في انه لا يعني يقوم بحدود الله عز وجل على الوجه الاكمل، فقال لو ان فاطمه سرقت لقطعت يدها. وده طبعا في منقبه عظيمه لسيدنا اسامه، وان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل منه ان يتكلم في موضوع الكل لا يستطيع ان يكلمه، وانه رد عليه دون ان يغضب عليه. دي برضو دليل ان محبته متغلغله في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. باب. وعن ابي قال حدثني الحسن بن محمد قال حدثنا ابو عباد يحيى بن عباد قال حدثنا الماجشون قال اخبرنا عبد الله بن دينار قال انظر ابن عمر يوما وهو في المسجد، قال نظر، قال نظر ابن عمر يوما وهو في المسجد الى رجل يسحب ثيابه، وفي رواية تسحب ثيابه، في ناحية من المسجد، فقال انظر من هذا، ليت هذا عندي او ليت هذا عبدي، لانه اسمر فافتكروا انه عبد من العبيد، ففي رواية ليت هذا عبدي. سيدنا عبد الله بن عمر كان محب يشوف واحد ويستحسنه من عبيده يعتقه، لدرجة انه اعتق 1000 عبد. سيدنا عبد الله بن عمر كان اذا استحسن شيئا من ماله تصدق به، دي عادة سيدنا عبد الله بن عمر، اي حاجة تعجبه يتصدق بيه، لدرجة انه مرة ركب فرس فلقى ركبته حلوة مريحة كده جميلة، فراح نازل من عليه وراح شال السرج بتاعه وقال لابنه قلده الى الكعبة، يعني صدق للكعبة. دي كانت عادة سيدنا عبد الله بن عمر، كان دائم التصدق. فلما شاف ايه الراجل داخل كده اسمر ويجر ثيابه شكله وجيه وماشي في ناحيه من نواحي المسجد، فقال انظر من هذا، قال له انسان يعني واحد، اما تعرف هذا يا ابا عبد الرحمن، دي كنيه سيدنا عبد الله بن عمر، اما تعرف هذا يا ابا عبد الرحمن، هذا محمد بن اسامه، ده محمد بن اسامه بن زيد، كويس، هذا محمد بن اسامه. قال فطأطأ ابن عمر رأسه ونقر بيديه في الأرض ثم قال لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه، لأنه كان بيحب أبوه وبيحب جده، يبقى كمان ده لو شافه النبي، لأنه ده اتولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم لأحبه.
وعن أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه أسامة بن زيد رضي الله عنهما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن فيقول اللهم أحبهما فإني أحبهما صلى الله عليه وسلم. هو دي من قبل سيدنا الحسن ومناقب سيدنا الحسن لا تنتهي مع سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهم وجمعنا الله بهم في الجنة. وقال نعيم عن ابن المبارك أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني مولى لأسامة بن زيد أن الحجاج ابن أيمن ابن أم أيمن ما أصل أم أيمن دي كانت متزوجة واحد اسمه عبيد قبل سيدنا زيد بن حارثة أنجب لها أيمن فبقيت اسمها أم أيمن كويس؟ أيمن ده بقى أنجب واحد اسمه الحجاج. فهمت النسب ماشي إزاي بقى؟ طيب فنشوف هنا بقى أن الحجاج ابن أيمن ابن أم أيمن يعني كأن أيمن ده أخو سيدنا أسامة لأمه واضح؟ وكان أيمن ابن أم أيمن اللي هو والد الحجاج أخا أسامة بن زيد يعني لأمه وهو رجل من الأنصار فرآه ابن عمر لم يتم ركعه ولا سجوده فقال أعد. قال أبو عبد الله وحدثني سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن نمر عن الزهري قال حدثني حرملة مولى أسامة بن زيد أنه بينما هو مع عبد الله بن عمر إذ دخل الحجاج بن أيمن فلم يتم ركوع ولا سجود. هو قال رجل من الأنصار ليه؟ لأن عبيد ده اللي هو أبو أيمن كان من الأنصار كان من أهل المدينة فيبقى ابنه رجل من الأنصار فهمت. فلما دخل الحجاج بن أيمن وسيدنا عبد الله بن عمر قاعد لأبي يصلي ما بيتمش ركوعه يعني بيصلي صلاة سريعة كده فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد يعني أعد صلاتك لأن الاطمئنان في الصلاة من أركان الصلاة زي حديث المسيء صلاته صلي فإنك لم تصلي حديث مشهور. فلما ولى قال لابن عمر من هذا؟ قلت الحجاج ابن أيمن ابن أم أيمن. فقال ابن عمر لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه فذكر حبه وما ولدته أم أيمن. قال وحدثني بعض أصحابي عن سليمان وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. ستنا أم أيمن دي بركة الحبشية كانت طفلة في جيش أبرهة كانت جاية من الحبشة طفلة في جيش أبرهة طفلة صغيرة. فأبرهة لما قابل سيدنا عبد المطلب علشان يطلب منه ايه الجمال بتاعته قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه عارفين القصة المشهورة. وأعجب بمنطقه وهيئته أبرهة أعجب بسيدنا عبد المطلب فإيه أعطاه الإبل بتاعته واداله بركة دي هدية معاها فأدي بركة دي بقت حتة عيلة كده بتجري ببيت مين عبد المطلب قام اداها لابنه عبد الله لما اتجوز عشان تخدم امينه فهمت بقى. فقالت الى النبي بعد وفاه ابيه ادي قصه ايه ام ايمن وصلت للنبي ازايها. ما هو النبي ولد ايه عام الفيل مش كده برضه. باب مناقب عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. سيدنا عبد الله بن عمر ده اتولد يعني سنة 10 من البعثة يعني السنة العاشرة قبل الهجرة السنة العاشرة قبل الهجرة يعني ثالث سنة من البعثة ثالث سنة من البعثة كان ولد سيدنا عبد الله بن عمر كويس يعني كأنه اتولد 10 سنين قبل الهجرة ومات سنة 73 هجرية
مسموما بطعنة برمح مسموم في ظهر قدمه، بعتها له الحجاج ابن يوسف صلت واحد ان هو يطعن رجله كده وهو ماشي في وسط الحجاج، قال يعني يعمل نفسه عفوا يعني، ويكون سن الرمح ده مسموم في ظهر قدمه فمات بسبب هذه الطعنة. ده سيدنا عبد الله ابن عمر سنة 73 هجرية بعد مقتل عبد الله بن الزبير بكم شهر، كويس، ودفن في مكة سيدنا عبد الله بن عمر. أسلم قديما مع أبيه سيدنا عبد الله بن عمر، أبيه اللي هو سيدنا عمر بن الخطاب، يبقى أسلم مع عمر بن الخطاب قديما معه. في بدر ما حضرهاش لصغر سنه، وعرض نفسه في أحد على النبي كان عنده 14 سنة فالنبي رده، ثم جاءت الخندق فعرض نفسه على النبي فأجازه، فحضر كل المشاهد من بعد من الخندق وبعد كده سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حضر اليرموك وفتح مصر وفتح إفريقية، ولما حصلت الفتنة بين سيدنا علي بن أبي طالب ومن خرجوا عليه اعتزل الفتنة ولم يقاتل أحد من المسلمين. ده سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ومكث 60 عاما يفتي الناس ويروي لهم حديث النبي، فكان من المكثرين رواية عن النبي، يعني أكثر الناس رواية عن النبي سيدنا مثلا أبي هريرة، يليه يمكن ستنا عائشة ليها حوالي 2000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سيدنا عبد الله بن عمر روى عن النبي 1630 حديث. أبي هريرة بقى كتير قوي. المكثرين رواية عن النبي 6، هو واحد منهم سيدنا عبد الله بن عمر. نقول أبي هريرة، عبد الله بن عمر، أنس بن مالك، احنا بنقول 6 المكثرين، نجيب 6 بعد كده حطه في 7 بقى، بنقول 6 المكثرين، سيدنا عبد أبي هريرة وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك، ثم سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا جابر بن عبد الله وستنا عائشة، بعد كده بحط بقى اللي انت عايز تجيبه كله، لكن هم دول المكثرين اللي أكثروا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا عبد الله بن عمر كان عابدا زاهدا، حج 70 حجة وعمل 1000 عمرة، 70 حجة و1000 عمرة، وأعتق 1000 عبد لله عز وجل. وكان كل ما يشوف حد من العبيد اللي عنده يعني حسن السيرة كده بيصلي كويس محافظ على صلاته بيقرأ قرآن يوم ينبسط منه يعتقه، لدرجة العيال بقت تيجي تمثل عليه، العبيد اللي عنده اللي عايز يعتق يروح يتوضى ويقعد يصلي قدام سيدنا عبد الله بن عمر ويعمل نفسه يوم إيه سيدنا عبد الله بن عمر يعتقه. فأم ولاد سيدنا عبد الله بن عمر قالوا إنهم يخدعوك، قال من خدعنا في الله إن خدعنا له. سيدنا عبد الله بن عمر كان يقول كده، فكان يحب الصدقة، كان يجلس بين المغرب والعشاء يتصدق 30,000 درهم بين المغرب والعشاء كده. وكان ممن يسرد الصوم، يسرد الصوم يعني يصوم يوميا ما عدا يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، طول السنة صايمها ما عدا 5 أيام. وكان كده من الصحابة مين بقى بيسرد الصوم؟ المشاهير اللي بيسرد الصوم الصحابة سيدنا عمر بن الخطاب، فهو ورثها من أبوه. سيدنا عمر بن الخطاب كان يسرد الصوم، وسيدنا عبد الله بن عمر أيضا، وستنا عائشة أم المؤمنين أمنا رضي الله عنها وأرضاها، وأبو طلحة وحمزة بن عمرو، دول معروفين أنهم كانوا يسردوا الصوم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه. فسيدنا عبد الله بن عمر كان يعني مشهور بالعبادة والصلاح والتقوى وحرصه على اتباع السنة رضي الله عنه وأرضاه. بيسألوني إيه رأيك في الإضراب المعلن عنه يوم السبت؟ أنا رأيي إن اللي عايز يضرب
واللي مش عايز يضرب لا يضرب، لان صعب انك انت تخلي كل البلد تتشل، لكن لابد ان يبقى في ناس تضغط على العسكر ان هم يسيبوا البلد دي بقى بعد ما ودونا في داهية 60 سنة بيحكمونا، ودونا في جميع الدواهي، فالمفروض يسيبونا بقى. فانا شخصيا انا مش هاضرب، انا شخصيا لان انا طبيب والاطباء ما تنفعش تضرب، ولا انصح ان كل البلد تضرب وتتشل، لكن لابد يبقى في طائفة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. فدي سنة الله في البتاع، وانت لازم كل الناس تمشي برأي واحد؟ ده الاختلاف ده في حد ذاته، التنوع ده ربنا بيعمر بيه الارض. فغلط انك انت تخلي الناس كلها تمشي على مذهبك، خطأ. ولكن انت كل واحد يشوف ايه مصلحته. افرض واحد عامل ارزوقي، لو اضرب مش هيلاقي اكل عياله اليوم ده، يعمل ايه؟ يشحت ويضرب، ولا يسرق ويضرب، ولا يعمل ايه؟ فيبقى كل انسان يختار ما يناسبه. والحمد لله المصريين عددهم زي النمل، فهتلاقي كتير من كل نوع، فانت ما تقلقش. ولكن لا تذكر الآية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، مش كده برضو؟ فربنا بيدفع ده بده، بيدفع ده بده علشان الناس ما تفتريش، لأن الافتراء والظلم انتشر وعم، مش في بلادنا بس، في سائر البلاد المسلمين وغير بلاد المسلمين. ومش عايزين نخرج عن صحيح البخاري، كويس؟ مش عايزين أسئلة خارجة. أنا فتحت البتاع فاكر حد هيسألني على سيدنا عبد الله بن عمر، يعني بنتكلم في سيدنا عبد الله بن عمر. أرواح الصحابة دي على فكرة لما بنجيب سيرتها بتحضر معانا، دي حقيقة، لأنهم أولياء كبار وأحياء في قبورهم، وأرواحهم منطلقة حيثما ذكروا يحضروا. فمش عايزين بقى ندخل الشياطين في المجلس، فخلينا حلوين كده. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعنه به قال: حدثنا محمد، اللي هو محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، قال حدثنا إسحاق بن نصر عند شيخه، قال حدثنا عبد الرزاق اللي هو الصنعاني عن معمر بن راشد عن الزهري اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب عن سالم، سالم اللي هو ابن سيدنا عبد الله بن عمر، سالم ابن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما اللي هو أبيه قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا أعزب، يعني ملوش بيت، بينام في أي حتة. أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان كل واحد يشوف رؤية حلوة يروح للنبي يقولها له، يقوم النبي يعبرها له تعبير جميل، كويس؟ فسيدنا عبد الله بن عمر قال: يا رب أشوف رؤية بس أروح أقولها للنبي زي بقية الناس كده. وكان شابا أعزب، وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت في المنام كأن ملكين أخذا بي فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، اللي هو ما توضع حجارة كده على جانبي البئر، يعني كأنها حفرة نار كده، مش إيه ملهاش سور، لكن ليها إيه قرنين، يعني إيه حاجزين كده على جانبيها، دي الرؤية اللي شافها يعني. وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فلقيهما ملك آخر فقال لي: لن تراع، لن تراع، اطمئن. فقصصتها على حفصة أخته، هو مكسوف يحكي للنبي، فراح حكاها لأخته عشان أخته ستنا حفصة أم المؤمنين، هي أخته وأمه، أخته من النسب وأمه، لأن زوجات النبي أمهاتنا، مش كده برضو؟ فقصها على سيدتنا حفصة، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل، كأنك إذا خفت من النار فواظب على صلاة الليل. نفهم منها الحكاية دي، واخد بالك؟ وعشان كده من ساعتها سيدنا عبد الله بن عمر
لم يترك صلاة الليل لا سفر ولا حضر من بعد دي. فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. قال سالم: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. وشاف رؤية تانية برضو سيدنا عبد الله، يقول: رأيت في المنام أن في يدي قطعة من استبرق أطير بها حيث شئت في الجنة، فقصصتها على حفصة فقصتها على النبي، فقال عبد الله: رجل صالح. كويس. فدي برضو ايه، ما يقصش القصة دي الامام البخاري لانها لم تصح على ايه، على اسنادي على شرطه يعني. لكن رؤية سيدنا عبد الله بن عمر مثلا ليه كلمة لطيفة قوي، يقول لك ايه: البر شيء هين، وجه طلق ولسان لين. احفظه عن سيدنا عبد الله بن عمر. البر، البر دي يعني كلمة فيها كل الخير، كلمة البر دي ملهاش نظير، كلمة تجمع كل ما يحبه الله. البر شيء هين، وجه طلق ولسان لين. بس مش تحفظها وخلاص وتعمل بيها، مش تحفظها وخلاص يا عمي، احنا مش بنقولها كده علشان نغنيها، لا احنا عايزين نعيشها. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم بن عن ابن عمر عن أخته حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن عبد الله رجل صالح. ونقف على مناقب سيدنا عمار بن ياسر لأن دي مناقبه كثيرة، فمش عايزين إيه نستعجل، عايزين نعيش مع الصحابة شوية. فإن شاء الله يوم السبت القادم إن شاء الله قبل صلاة الظهر بساعة ونصف الدرس إن شاء الله، يعني يوم الإضراب، إحنا مش هنضرب عن الدرس، هندي الدرس، وحروح برضو العيادة وحمر على المستشفى وهشوف العيانين، وبعدين هنفطر برضو وناكل ونتغدى ونتعشى وكل حاجة ماشي حاجة، ونقول يا رب سلم، ربنا يسلمنا جميعا وسائر المسلمين وأهل سوريا خصوصا. احنا الوقت بنتصبح على اخبار اهل سوريا، طيارات بتضرب مدنيين، سيدنا خالد بن الوليد مدفون في حفص في 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 اسمها ايه دي، في حمص، حمص دي مدفون فيها سيدنا خالد. يا رب بركه سيدنا خالد سيف الله، ارفع العذاب عن اهل سوريا يا رب، وارفع عنهم الظالمين والمجرمين، وخفف عنهم الجراح والالام يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين برحمتك ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أسمعنا خيرا وأطلعنا خيرا، وارزقنا اللهم العافية وأدمها لنا، واجمع اللهم قلوبنا على التقوى، ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الدعاء الأخير ده هنقوله بعد ما نختم كل بخاري، لأن أنا قرأت رؤيا لسيدي محي الدين ابن العربي، فبيقول إنه رأى رؤيا مبشرة فيها النبي صلى الله عليه وسلم جالس ويقرأ عليه صحيح البخاري في الرؤيا، ثم بعدما انتهوا من الرؤيا دعوا بهذا الدعاء، واخد بالك؟ فأنا كتبته وحنواظب عليه بقى إيه، نقوله بعد ما نختم كل جلسة في صحيح البخاري، نقوله دي مبشرة شافها سيدنا محي الدين ابن عربي المدفون في دمشق، حررها الله من الظالمين يا رب العالمين ببركة الأولياء والصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.